وفني خارق للعادة، أتيحت له تقريبا 3 فرص واضحة كابتن. هل هذا مرتبط 3 فرص ليس أكثر، هل هذا مرتبط ب يعني إشراكه كلاعب منتصف متأخر يعني تحت شوبوموتي وليس كمهاجم صريح؟ لا، هو المهم جدا مو شرط وين تكون موجود، المهم كيف تستغل الفرصة يعني. لكن اليوم قضى أوقات كثيرة يعني تحت الهجوم كابتن. صحيح، لكن متأخر، لكن جت فرص أعتقد قليلة كابتن جمال. لا مو تشوف صلاح كم فرصة جته، صلاح مهاجم الأمام فرصتين فقط صح المباراة كلها، هو جت 3 فرص. ما له علاقة تلعب للخلف أو للأمام، إيش قد تجيك فرص، إيش قد تستحوذ على الكرة وإيش قد تجيك فرص. ألم يخسر مجهود اليوم على مستوى البناء الهجومي زيدان؟ فشي طبيعي جدا. ألم يقضي أوقات كثيرة في خط المنتصف ولم يكن يعني في الثلث الأخير لدفاع فولسبورغ؟ إيه، لكن هو كان موجود بالثلث الأمامي على طول، موجود بالثلث الأمامي يعني، حتى هو تمام خلف صلاح لكن موجود بالثلث. شوف على طول هو موجود في الثلث الأمامي، وبالتالي أنا أقول الثلث الأمامي يعني هو عملية هجومية. أعيد يعني بطرح سؤال معليش كابتن، الهدف عندما يعني تصلها الكرات هكذا في موقع يعني مستريح ولديه دور أساسي تحويل الفرص إلى أهداف، مثل ما يكون صانع ألعاب كابتن يقوم بمجهود في خط الوسط، مو السيناريو مماثل كابتن؟ لا إيه، هي نقطة مهمة جدا. أنت لما شاهد زيدان يعني في الأسيست صح يعطي لموتينغ أو لزلاي مثل هذه الكرة، لمسة رائعة بينية نحو زلاي ومن جديد كلاعب رواق كابتن. صحيح، يعني هو النقطة الأساسية مهمة، يعطي للعلاقي إيش قد أدى يعني. أنا مو أقول لك هو اليوم أدى مباراة جيدة جدا يعني، برأيي اليوم أدى مباراة جيدة جدا، لكن كانت عنده فرص يعني كان ممكن يعمل على الأقل واحدة من العدد. متفق معك دكتور، رأيي كذلك بالتوازي. لو كان زيدان اليوم مهاجم صريح بهذه الجاهزية الذي يعني جاهزية هو عليها اليوم بوضوح، لو كان مهاجم صريح وقدمت له 3-4 كرات في نفس وضعية زلاي أو شوبوموتينغ كان ممكن يسجل كابتن؟ ممكن ممكن لا طبعا، ما نعرف يعني، لأن كرة القدم يعني هو جاته فرصتين ليش ما سجل من عندها واحدة صح ولا لا؟ لا، هي النقطة الأساسية يعني هاي فرصة مهمة جدا يعني أمام الهدف، تصويبة جميلة جدا، لكن هو أدى اليوم أنا شفته أحسن مباراة أدى كلاعب في الملعب، لكن كرة القدم هي مرات المباراة 155 أذكر في تاريخ مشاركات زيزو بالدوري الألماني هي نموذجية بكل المقاييس. صحيح، رغم غياب الأهداف هي نموذجية بكل المقاييس. صحيح صحيح بأن متعة كرة القدم للمشاهدين وللمهاجمين كذلك هي في إحراز الأهداف، وهذه صورة الخيبة فعلا يعني نوع من الخيبة انتابت زيدان مع